لو عندك تلفزيون قديم وبيشتغل بوصلة الار اف والتونر بتاعه بكهرب اللي هو متوصل بأرض دايرة الباور، يعني دايرة الباور متوصلة بأرض التلفزيون كله، دلوقتي تقدر تعدل مدخل شوت وشوع باستخدام دايرة عدل الشوت وشوع عن أرض التلفزيون. تابع معايا تعديل أي تلفزيون قديم إلى مدخل أوديو فيديو، بدل ما يشتغل بوصلة الـ RF هيشتغل بوصلة أوديو فيديو. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تلفزيون جولد ستار من النوع القديم بيشتغل بوصلة الـ RF العادية، والتلفزيون شغال طبيعي، ولكن التلفزيون جاي علشان يتعدل، بدل ما يشتغل بوصلة الـ RF يشتغل بوصلة الأوديو فيديو، يعني هعدل مكان الـ RF مدخل للصوت ومدخل للفيديو. علشان اعدل التلفزيون لازم يكون التلفزيون شغال طبيعي بدون اي مشاكل. هوضح التلفزيون شغال، هنا موضح التلفزيون شغال والقوايم شغالة والصوت شغال والقنوات شغالة، بيقلب قنوات ومفاتيح التحكم في البرمجة والبحث كلها شغالة. التلفزيون شغال تمام بدون اي مشاكل، ولكن اللون الاحمر غامق شوية، مفيش مشكلة، احنا خلينا في الموضوع الحالي، هنعدل التلفزيون من وصلة الـ RF لوصلة فيديو اوديو. زي ما قلت قبل ما اعدل لازم التلفزيون يكون شغال طبيعي على وصلة الـ RF. هوصل واوضح التلفزيون شغال، هنا موضح التلفزيون شغال طبيعي على وصلة الـ RF والالوان طبيعية وكل حاجة شغالة تمام والشاشة واضحة. المطلوب ان انا اعدل وصلة الـ RF الى اوديو فيديو. هفك التلفزيون وهتابع التعديل. طبعا اي تعديل بيتعدل في تلفزيون قديم بيكون شغال على دايرة باور 110 فولت، فبعد التعديل وصلة الفيديو والاوديو بتكهرب، فانا هعمل دايرة عزل علشان تعزل الكهرباء ما بين التلفزيون وما بين مدخل الاوديو والفيديو. دايرة العزل الخاصة بالاوديو والفيديو انا اللي عاملها، وعملتها بمكونات موجودة في الورشة علشان تكون في متناول الجميع. موضح دايرة العزل بتاخد تغذية 12 فولت، وهنا اوديو ان وفيديو ان، وهنا تغذية 12 فولت في الاوت، اوديو اوت وفيديو اوت، يعني بدخل اشارة الفيديو والاوديو ان وبطلعها اشارة فيديو واوديو اوت. هنا الجنب اليمين بيتغذى على 12 فولت، وهنا الجنب الشمال اللي هو في الاوت بيتغذى على 12 فولت. هبدأ افك التلفزيون واعمل التعديل. تلفزيون جولد ستار، تلفزيون من النوع القديم اللي بيشتغل بدايرة باور متوصلة الارضي بجسم التلفزيون. علشان اعمل التعديل لازم اتأكد من مداخل الفيديو في التلفزيون. هنا مدخل اشارة الارعيف التيونر، انا ماليش دعوة بالتيونر نهائي، هدخل على طول على الاي سي الخاص بمدخل اشارة الاوديو والفيديو. هخلع الاي سي من مكانه وهحدد اماكن الاوديو والفيديو، وهعمل سلكين للاوديو والفيديو، وهبدأ اوصل باللوحة الخاصة بدائرة العزل. هبدأ افك الاي سي وحدد مداخل الصوت والصورة. التلفزيون نظيف جدا، التلفزيون بحالته مفيش فيه اي مشاكل، كل حاجة بحالتها.
هنا فكيت الاي سي من مكانه. الاي سي رقمه اللي ايه 7555. الاي سي اللي بياخد الاشاره من التينر ويطلعها اوديو وفيديو بيدخلها لمراحل التلفزيون. فانا فكيت الاي سي علشان الغي اشاره التينر نهائي. التعديل يختلف من تلفزيون لتلفزيون، المهم ان انا اوصل لمداخل الاوديو والفيديو في التلفزيون. التلفزيون الموديل الحالي هو تلفزيون جولد ستار. انا فكيت الاي سي واحدد اماكن الفيديو والاوديو. هنا موضح الداتا شيت الخاص بالاي سي نفس رقم الاي سي، وهنا المداخل والمخارج. هنا موضح مداخل الفيديو، وعلى المخطط كل حاجة واضحة. هبدأ انفذ مع المخطط مداخل الشوت والشو على التلفزيون. هنا بحدد اطراف الشوت والفيديو. هنا الطرف رقم 1 في الاي سي، طرف الشوت اللي هو رقم 5 في الاي سي. طرف رقم 5 مكتوب عليه 5، هو ده طرف الشوت اللي هياخد اوديو ان. اما مدخل الفيديو هيكون على الطرف رقم 21. هنا الاي سي الطرف رقم 20، بعديه الطرف رقم 21، هنا الطرف رقم 21 اللي عليه مدخل الفيديو. زي ما قلت التعديل يختلف من تلفزيون لتلفزيون ومن موديل لموديل. هنا في الموديل الحالي حددت مدخل الشوت وحددت مدخل الفيديو. مدخل الشوت على الطرف رقم 5 في الاي سي، ومدخل الفيديو على الطرف رقم 21 في الاي سي. في اي تلفزيون لازم احدد مدخل الصوت ومدخل الفيديو، المهم ان انا اوصل للمداخل اللي انا محتاجها. هبدا اعمل التوصيلات واوصل المداخل الاوديو والفيديو. هنا وصلت الارضي وطرف الصوت وطرف الفيديو، وهبدا اشغل التلفزيون طبيعي وهوصل فيديو واوديو ان. اعلت اوديو فيديو للتوصيل. بعد ما وصلت مداخل الاوديو والفيديو هبدا اشغل التلفزيون على وصلة اوديو فيديو. هوصل عمرو عنيد الصوت شغال. تعرف ازاي؟ اوضح اتفرج على الواد ده. طبعا ده البرنامج عايز تقنعني. هنا موضح التلفزيون شغال طبيعي. هنا قفلت الشوت علشان اوضح التلفزيون. التلفزيون شغال الوان طبيعيه، شوت وشوه شغال بدون اي مشاكل بعد ما عدلت مداخل الاوديو والفيديو. ولكن المدخل اللي انا عملته اوديو والفيديو بيكهرب. علشان بيكهرب لازم اركب دايره عزل تمنع الكهرباء ما بين التلفزيون وما بين وصله الاوديو والفيديو. هوضح ازاي نركب دايره العزل ونحدد المداخل والمخارج لدايره العزل. هنا وصلت مدخل الاوديو والفيديو بالتلفزيون للاوت من دايره العزل. دايره العزل اللي انا عاملها بتاخد تغذيه من الناحيتين، يعني ناحية الاوت بتاخد تغذية من التلفزيون، وناحية الان بتاخد تغذية من مكان تاني علشان التلفزيون ما يكهربش في مدخل الاوديو والفيديو. هنا التغذية اللي جاية 12 فولت من التلفزيون هغذيها من التيونر الارضي. وهنا طرف الموجب، طرف الاحمر اللي انا عامله طرف موجب، وهنا الطرف الثاني ارضي. هوصلهم ب 12 فولت من التلفزيون من اي مكان. انا هوصل تغذيه اللوحه من التيونر 12 فولت. هتاكد من ال 12 فولت اللي موجودين على التيونر، هحدد مكانهم. هنا الارضي وال 12 فولت موجودين على طرف البي ام.
هنا ال 12 فولت على طرف البي ام، هنا طرف البي ام عليه 12 فولت. هوصل ال 12 فولت باللوحة اللي انا عاملها، هنا طرف الارضي، مع ان انا موصل الارضي قبل كده فهما الاثنين واحد، ارض الفيديو وارض التغذية الاثنين واحد. وهنا الطرف الاحمر هوصله بطرف البي ام اللي هو عليه 12 فولت. هنا موضح التغذية 12 فولت اللي بتغذي اللوحة، وهنا الارضي، وهنا الشوت، وهنا الفيديو. يعني اللوحة بتاخد تغذية من التلفزيون 12 فولت من ناحية اللي بالكهرب، اما الناحية التانية اللي هي مدخل الاوديو والفيديو هغذيها ب 12 فولت من مكان تاني بعد ما اوصل مداخل الاوديو والفيديو. هبدأ اوصل مدخل الاوديو والفيديو اللي داخل للوحة الخاصة بداية العزل. هنا الارضي بوصله بالارضي، انا كاتب على اللوحة كل حاجة. وهنا طرف الفيديو، وهنا طرف الشوت. مدخل الاوديو والفيديو وصلته باللوحة الارضي واوديو وفيديو. باقي تغذية اللوحة من مدخل الاوديو والفيديو ان. هنا غذيت اللوحة من ناحية التلفزيون لان اللوحة اللي انا عاملها مقسومة نصين، النص اللي هو اللي جاي من التلفزيون اللي هو ناحية التلفزيون، والنص اللي هو مدخل إشارة الفيديو. اللوحة بتاخد اتنين تغذية، تغذية من ناحية التلفزيون اللي هي مخرج الاوديو والفيديو، وتغذية من مدخل التلفزيون اللي هي ناحية مدخل الاوديو والفيديو. مدخل الاوديو والفيديو هياخد تغذية 12 فولت زي ما عملت من التيونر، ولكن هنا التغذية في المدخل يا اما اركب محول عزل، يعني محول 12 فولت عادي التونسل عادي اللي احنا بنستخدمه في الكاشت، ممكن اوصله واخد منه 12 فولت واعمله للوحة علشان يشغل لي مدخل الاوديو والفيديو. هنا اكون انا عجلت الاثنين عن بعض، مدخل الفيديو ومدخل الاوديو، ولكن التونس مكلف. انا هحاول اوصل ال 12 فولت من التلفزيون، هلف كام لف على اللاين واخد منه 12 فولت. هنا موحد تردد عالي متوصل مع مكشف تنعيم، وهنا هوصل طرفين اللي هم جايين من اللاين. هلف عدد ملفات معينة على اللاين علشان اخد منه 12 فولت. هبدأ الف عدد معين على اللاين علشان اخد منه 12 فولت. هنا لفيت على اللاين 3 لفات علشان يعطيني 12 فولت، ملف لوحده معزول عن التلفزيون نهائي، هوصله باللوحة بالتغذية اللي انا هغذي بيها مدخل الاوديو والفيديو. هنا موضح موحد التوحيد ومكشف التنعيم، وهنا الملف اللي جاي من اللاين 3 لفات علشان يديني 12 فولت. وهبدأ اشغل التلفزيون وهتأكد من الفولت اللي داخل للوحة الفولت على مكشف التنعيم. الفولت موجود 13 فولت، فهو فولت مناسب لتغذية اللوحة. والفولت اللي هو اللي جاي من التيونر هو 12 فولت. الهدف من اللوحة هي دائرة عزل، يعني هنا مدخل الاوديو والفيديو وهنا خارج الاوديو والفيديو، مفيش اي اتصال ما بين المدخل والخارج. من فوق هنا مركب اتنين عاجل، عاجل للصوت وعاجل للفيديو.
هبدأ أشغل التلفزيون وأوضح مداخل الفيديو والأوديو. أوصل حاليا، وصلت والتلفزيون فتح، التلفزيون شغال، هوصل فيديو اوديو. هنا وصلت الفيديو والاوديو، انت فاهم كل حاجه طبيعيه. انا بالعافيه جمعت كل الكهرباء ولا حاجه. اجيب ال2 مليون جنيه منين وانا محجوز على فلوسي وامريكا؟ انا هجيب لك ال2 مليون جنيه. اسمعني كويس، انا مش عايزك تتحرك. هفصل الصوت علشان انا اتكلم. هنا فشلت الصوت، وهوضح الالوان من البوت اللي انا عامله. هنا بتحكم في وضوح الشاشه، بزود وبنقص. هنا بزود بنقص، بتحكم في الالوان علشان كل تلفزيون يختلف عن التاني في إشارة الفيديو. هنا أحسن وضوح، دقة تامة، شاشة واضحة، مفيش أي ريجة في الشاشة ولا شاشة منملة ولا أي تموجات ولا أي حاجة. الشاشة واضحة يعني الصورة واضحة بدون أي مشاكل، والصوت شغال. هو قدام البيت وترد بالكلام، وبمسك المداخل بإيدي عادي، مفيش أي مشكلة. وانا ومحدش هيعرف يجيب اراضي. اتزول بقى عليك انت، بقى انت تحت ايديهم وقريبك. بعدين اوعي تنسى ان انا عملت كل ده علشانك يا ام علاء. موضوع التعديل لاي تلفزيون قديم، اللوحه انا اللي عاملها وانا اللي مشممها علشان تناسب الجميع. عملت فيها كل الامكانيات وعملتها بسهوله. وهنا بعد التقفيل والتجميع التلفزيون شغال تمام، والصوت شغال واضح، وكل حاجة شغالة طبيعي. وأتمنى أن أكون وضحت المعلومة للجميع، وتحياتي للجميع، وإلى اللقاء في معلومة جديدة. ولو عجبك الفيديو ابقى انزل تحت الفيديو واعمل لايك واعمل تعليق علشان الكل يستفيد.